دعني أوضح شيئا مما ذكره ضيوفك الكرام. حقيقة فيما يتعلق بالبلاك أوت، البلاك أوت هو إطفاء شامل للنظام الكهربائي كامل. نعم. وهناك براون أوت، يعني أقل منه عندما يكون هناك إطفاء جزئي. إحنا الإطفاء الشامل الأول الذي حدث في الأردن كان عام 2004، يعني بعد 17 سنة صار عندنا إطفاء كامل أو إطفاء شامل. كلامهم صحيح أنه ليس بالضرورة أن نقتدي بالدول الأخرى، ولكن دعني أبين لك يعني جزء لماذا نستورد إحنا الكهرباء من مصر. هناك منوال للتشغيل في الأردن يعتمد على شيئين. الشيء الأول اللي هو إخراج أو إنتاج طاقة كهربائية رخيصة، وهذا يتطلب أن يكون هناك تدرج في عملية تشغيل الوحدات، نشغل الوحدات الأرخص سعرا ثم الأرخص سعرا ثم الأرخص سعرا وهكذا. فإحنا إذا كان استيراد الطاقة من مصر أقل سعر مما يكلفنا فلا مانع من عملية الاستيراد، لكن جميع شبكات الربط الكهربائي، بما أنه إحنا نتكلم عن ربط كهربائي بينه وبين مصر، تشهد ما يسمى بتأرجح الأحمال الذي ذكرته شركة الكهرباء الوطني. نعم هناك تأرجح للأحمال، ولكن تأرجح الأحمال يجب أن لا يؤدي إلى إطفاء شامل، بمعنى يجب أن يكون هذا الموضوع مدروس لدى شركة الكهرباء الوطنية أنه هذا التأرجح يفصل أوتوماتيكياً عند نقطة الربط، يفصل أوتوماتيكياً عند نقطة الربط، ومن ثم ينفصل النظامين، النظام الأردني يقوم بأحماله والنظام المصري يقوم بأحماله. ممكن أن تتولد عملية تأرجح للأحمال، نعم ممكن أن تتولد، وهذه ممكن تتولد في محطات توليد صغيرة كما حدث في محطة العريش التي سمعت. طبعا المعلومات التي استقيناها من المسؤولين عن الكهرباء قليلة جدا وتكاد تكون بالقطارة، لأنهم لا يريدوا أن يظهروا أو لا يريدوا أن يتكلموا بجميع التفاصيل. الحد الفاصل في العملية هي مركز المراقبة والتحكم، يجب أن يظهر مركز المراقبة والتحكم جميع القراءات وجميع التسجيلات المسجلة ثانية بثانية منذ بداية الأزمة وإثناء حدوث الأزمة وما بعد الأزمة. عندما تقرأ هذه المعلومات وهذه البيانات يمكن معرفة 100% ما الذي حدث. ولكن عملية حدوث تأرجح الأحمال نعم إنها واردة، وممكن أن تحدث في محطات صغيرة وتنتقل إلى محطات كبيرة. ولذلك الذي حدث كالتالي، إنه إثناء عملية تأرجح الأحمال تم فتح الخط الأردني اللي هو نقطة الربط مع مصر. هذا الشيء ذكرته أنا في يعني مقال كتبتها، وأدى هذا الفتح إلى مجموعة من الموجات الكهربائية التي تسير بسرعة الضوء والمسافة قليلة في خطوط النقل. فإذا تذكرنا أن سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، فمعناته تستطيع هذه الموجات أن تنتقل خلال الخط في أقل من 1/1000 من الثانية، وبالتالي هذا يؤدي إلى أن تتراكم الجهد على خط الربط، على عفوا تراكم الجهد على خط الجهد العالي، وبالتالي قد يؤدي هذا إلى عدم تمكن الحمايات الكهربائية من التقاط هذا الخطأ، وتتسارع الشبكة الكهربائية في عملية فقدانها لاستقرارية النظام الكهربائي. هذا إذا كانت الرواية التي ذكرت بأنها بناء على وجود تأرجحات. لكن في حقيقة الأمر يجب أن نعرف ماذا حدث بالضبط من خلال قراءة، يعني دكتور محمد، رواية وزيرة الطاقة بالنسبة لك غير مقنعة. أنا يعني تعقيبي على ما قالته وزيرة الطاقة وما قاله أيضا مدير عام شركة الكهرباء الوطنية، هو حقيقة لا يرقى إلى مستوى التفسير الهندسي الكهربائي. هم يذكرون بأنه كوادر شركة الكهرباء الوطنية قد بادرت، هذا ليس انقطاع في خط حتى تبادر في إصلاحه، هذا شيء يتعلق بدراسات النظام الكهربائي، ولا يوجد هناك أي فريق يركض ويقوم بإصلاح العطل، لا يوجد. هذا الكلام يتعلق بهيكلية النظام الكهربائي، بالقياسات وبعملية المراقبة للنظام الكهربائي. فإذا كانت عملية المراقبة وعملية القياسات غير محدثة وغير دقيقة، فهذا أكيد 100% سيؤدي إلى مشاكل أيضا في المستقبل. إذن نحن نطالب بعملية مراجعة، ومراجعة يجب أن تكون حثيثة لجميع مكونات النظام الكهربائي حتى نعرف أولويات النظام الكهربائي ونطمئن على أمن واستقرار ديمومة النظام الكهربائي في الأردن.